بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام. أحمده على فضله وإحسانه وإنعامه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى ذوينا وأحبابنا ومشايخنا وعلى مصنف الكتب التي نعلمها ونتعلمها وعلى سائر المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العليم. ربي يسر ولا تعسر، ربي زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وادبا، ربي اتمم بالخير والسعادة، والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. نعم، انتهينا امس من مسائل وأبحاث تتعلق بالنوع الثاني من الخبر الصادق من جملة أسباب العلم، ثم يدخل المصنف ببيان السبب الثالث وقال: وأما العقل فهو سبب للعلم أيضا. وأما العقل فهو سبب للعلم أيضا. نعم، وهنا يعني سلك المصنف أسلوبا جديدا بالنسبة إلى قسيميه. أولا يعني ذكر في بيان الحواس عبارة فالحواس، ثم بعده قال حينما بين الخبر الصادق عبارة والخبر الصادق، يعني كلاهما خاليان عن حرف التفصيل. أما هنا هو قال وأما العقل يعني بكلمة أما، ثم صرح بأن العقل سبب للعلم أيضا، هو معلوم مما سبق. فإذا شرحا لذلك يقول عصام الدين رحمه الله: فأما العقل عديل لقوله فالحواس إلى آخره ولقوله والخبر الصادق، وهما وإن خلتا عن حرف التفصيل إلا أن وقوعهما في مقام التفصيل نزلهما منزلة المصدرة بأما. نعم، إذن وهذا وذاك بمنزلة التفصيل. نعم نعم، هو أولا أجمل أسباب العلم وعددها أسباب العلم ثلاثة، ثم ذكر الحواس والخبر الصادق والعقل، ثم بعد ذلك يفصل واحدا واحدا. لذلك كل هذه الثلاثة بمنزلة التفصيل، وهنا صرح بحرف التفصيل وفيما مضى لم يصرح، ولا يبعد أن يقال ثم تأويل آخر أما لمجرد التأكيد من غير قصد التفصيل أكد الحكم بسببية العقل، لأن في كونه سببا مستقلا مقابلا لما سبق خفاء، بل هو مبني على المسامحة وعدم التدقيق النظري كما مر. دليل آخر: هذا كلمة أما ليس للتفصيل، لا تدل على التفصيل، بل هي للتأكيد فقط. لماذا؟ هنا خفاء، لذلك أكد. ثم خفاء في كون العقل سببا مستقلا مقابلا لما سبق، يعني للحواس والخبر الصادق. ثم قال: بل مبني على المسامحة. ليس ذاك، هذا تفصيل نظرا إلى هذا
ممكن بسبب البعد وكثرة الكلام قبله صرح بحرف التفصيل، أما فيما مضى كان البحث قريبا لذلك لم يصرح. الأول هو أحسن. ثم لماذا صرح بأن العقل سبب للعلم؟ تفتازني يذكر توجيهه. ثم وأما العقل، ثم يعرف العقل. ما هو العقل؟ هو قوة للنفس بها تستعد للعلوم والإدراكات، وهو المعني بقولهم غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات، هكذا ذكر. وهو يعني العقل قوة للنفس. ماذا أراد بالنفس؟ النفس يعني أراد بالنفس ما هو المشار بأنا وأنت والمكلف بالأحكام التبليغية بالأحكام الشرعية، هذا هو النفس، هذا لا يشار إليه بل يعبر عنه فقط. وإذا كل يعبر عن نفسه بأنا أنا أنا يعني بضمير التكلم، وكذلك يعبر بالخطاب أنت، وكذلك يعبر بالغيبة هو أو هي. إذن هذه العبارات أنا أنت هو هي هم، وهذه عبارات عن أي شيء؟ ما هو المعبر عنه في هذه التعبيرات؟ هو المعني بالنفس. هذا كل يعلم لكن لا يستطيع أن يشار إليه أو أن يعبر عنه يعني تفصيلا. ما هذا؟ نعم، هذا لا يتغير صغرا وكبرا. هذا الولد الصغير يعبر عن نفسه أنا، ثم الشيخ الهمة أيضا يعبر عن نفسه بأنا، والمعبر عنه واحد. نعم، وهذا النفس هو المكلف بالأحكام التبليغية. فإذا هذا أمر محقق، يعني نفس أمر محقق وموجود ثابت في الخارج، ليس أمرا اعتباريا. ثم بها تستعد للعلوم والإدراكات، يعني بهذه القوة النفس تستعد للعلوم والإدراكات. ما هي الإدراكات؟ والإدراكات يعني من المعقولات التصديقية والتصورية، نظرية كانت أو ضرورية، هكذا شرحه بعض الشراح هذه الإدراكات للعلوم والإدراكات. لماذا قال تستعد للعلوم والإدراكات؟ يعني لو لم تكن هذه القوة لا تدرك الإدراكات. ذكر مصلح الدين أي الإحساسات، يعني إدراكات معناه الإحساسات. إذن الذي قرأته أولا يعني تفسير يعني للجميع العلوم والإدراكات، مجموعها من المعقولات التصديقية والتصورية، ثم نظرية كانت أو ضرورية، ثم إدراكات يعني إحساسات. فإن من زال عقله كما لا يعلم لا يدركه. من زال عقله لا يعلم شيئا لا يكون له علوم، كذلك لا يدرك أيضا. وهذا المعنى هو الذي عبر عنه ابن سينا في الحدود بصحة الفطرة الأولى، وعرفه بأنه قوة بها يجوز التميز بين الأمور القبيحة والحسنة. نعم، هذا عقل قوة بها يجوز التميز، يعني يمكن التميز بين الأمور القبيحة والحسنة. ثم وهو المعني بقولهم غريزة أي صفة جبلية يتبعها العلم بالضروريات حسية كانت أو غير حسية عند سلامة الآلات أي الحواس. أما عند عدم سلامتها، متى يكون عدم السلامة؟ كما في حالة النوم
والسكري والشكي فيختلف عنها فيتخلف عنها العلم. نعم. وهو المعني بقولهم غريزة. غريزة ما معنى غريزة؟ يعني صفة جبلية خلقية، فهذه صفة موجودة منذ الخلق، يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات. الآلات يعني الحواس الظاهرة. متى يكون عدم السلامة؟ في حالة النوم، في حالة السكر، في حالة الشك، عندئذ يتخلف عنها العلم، لا يكون العلم، لا يتبعها العلم. نعم. ثم هنا وهو المعني هكذا قال، والظاهر هذا يفيد أنهما واحد، يعني هذا هنا اختلاف في العبارة فقط. قوة للنفس في عبارة، في عبارة أخرى غريزة يتبعها العلم. ثم بعده قال: وقيل جوهر يدرك به الغائبات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة. وهذا تعريف آخر للعقل، لكن أشار الشارح إلى أنه مرجوح. لكن هنا سوى بين التعريفين، لكن هنا خلاف كما بينه أسامة الدين في حاشيته، يعني أن مآل التعريفين واحد، يعني هو يخالف ما في التلبيه، يعني وهو المعني بقولهم. ما معنى هذه العبارة؟ أن مآل التعريفين واحد، يعني هذا هو معناه. ثم وهو يخالف ما في التلبيه، تلبيه يعني لنفس الشعري للتفتازاني رحمه الله. ماذا قال في التلبيه؟ أن العقل أطلقه الحكماء وغيرهم على معان كثيرة. الحكماء وغيرهم يطلقون العقل على معان كثيرة، منها قوة للنفس الإنسانية بها يتمكن من إدراك الحقائق، هذا الذي ذكره أولا هنا. ثم قال في التلبيه: ومنها، وهذا التعبير يدل على تغاير بين التعريفين، ومنها الغريزة التي يلزمها العلم بالضروريات. هكذا إذن تعبير شعره في التلبيه يدل على تغاير بين التعريفين، أما هنا هو صرح باتفاقهما بقوله وهو المعني بقولهم غريزة. هكذا إذن كيف يجيب عنه ويقول عصام الدين رحمه الله: إلا أن يقال المعني بالعقل في كلا التعريفين واحد، والمفهومان متخالفان، وهو المعني، يعني وهذا العقل هو الذي أريد بالعقل في تعريفه بغريزة يتبعها العلم بالضروريات. لماذا؟ لأن العقل يطلق على معاني، يعني عقل غريزة، وهذا هو خصوصية الإنسان، خصوصية الإنسان العقل، يعني الإنسان ناطق عاقل، لو لم يكن عقل يكون حيوانا فقط. ثم العقل يطلق على تمييز العقل أيضا، هذا كما نقرأ في باب نواقل الوضوء من الفقه. الشافعية عندهم زوال العقل ينقض الوضوء. ما معنى زوال العقل؟ يعني زوال تمييز العقل. فإذا العقل أطلق على تمييز العقل ليس على أصل العقل. أصل العقل لا يزول بالجنون ولا بال، يعني هذه الخاصية للإنسان، هذه الغريزة أو هذه القوة لا تزول بالجنون ولا بالنوم ولا بالإغماء. هكذا نعم، هناك يزول تمييز العقل. نعم. فإذا المعني بالعقل في التعريفين واحد، لكن مفهومان متخالفان لاختلاف المذهبين. فالمسمى بالعقل قوة لها تأثير عند الحكيم، عند الفيلسوف في الفلاسفة،
للعقل تأثير في الإدراك، وعند أهل الشرع أمر فطري يتبعها العلم بالضرورات. هذا قال إذن قوة للنفس بها تستعد للعلوم، هذا تعريف الحكماء والفلاسفة. ثم غريزة يتبعها العلم بالضرورات الضروريات، هذا تعريف علماء الشرع. فإذا علماء الشرع حينما عرفوا العقل عبروا بقولهم يتبعها العلم، فإذا هذا يفيد عدم التأثير للعقل في الإدراكات. نعم، هذا مذهب علماء الشرع معاشر سادتنا. ثم يتبع العلم من غير تأثير منه بل على مقتضى جري عادة الله تعالى. نعم، هكذا. ثم بعده وقيل جوهر، جوهر جوهر يدرك به الغائبات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة. جوهر يعني عين غير مركب، عين غير مركب، هذا بحث قد سبق. يعني العيان إما مركب أو غير مركب، وغير المركب كالجوهر وهو الجزء الذي لا يتجزأ، هكذا سبق. فإذا هناك ذكرنا بحثا أن حصر الجوهر في العين غير المركب لا يثبت إلا بإبطال العقول والنفوس، هكذا. نعم، فإذا هذا قول الفلاسفة، العقل جوهر يدرك به الغائبات بالوسائل والمحسوسات بالمشاهدة. المشاهدة ليس الإبصار فقط، بل إدراكات المشاهدة يراد بها هنا الإدراكات بالحواس، إبصار سمع ذوق، هكذا. فإذا بالمشاهدة معناه بالإحساس بالحواس. ثم ما معنى الوسائط وماذا أريد بالغائبات؟ والمراد بالغائبات مقابل المحسوسات، يعني كل ما يقابل المحسوس أو كل ما هو غير محسوس أراد به، أراده بالغائبات. والمراد بالوسائط ما يقابل المشاهدة، يعني إدراكات بغير الحواس، هو المراد بالوسائط. ويعم التعريفات، فإذا هذا الوسائط إما يكون تعريفا لشيء، والأدلة يعني حجج والأدلة، هذا وسائط. ثم والمحسوسات أيضا التي يندزع منها الغائبات. والمراد بالمشاهدة أعمال الحواس لا إدراكها. ثم فهو سبب للعلم أيضا، صرح بذلك لما فيه من خلاف الملاحدة والسمنية. لهم خلاف في هذه في كون العقل سببا للعلم، لهم خلاف في جميع النظريات. فإذن العقل ليس سببا لإدراك النظريات عندهم. وبعض الفلاسفة، يعني خلاف لبعض الفلاسفة لما فيه من خلاف بعض الفلاسفة في أي شيء في الإلهيات. لماذا قالوا هكذا؟ بناء على كثرة الاختلاف وتناقض الآراء. هذا سبق، يعني نوع بحث في هذه المسألة. نعم، ملاحدة وسمنية يقولون العقل ليس سببا للنظريات. لماذا؟ لكثرة الاختلاف وتناقض الآراء. كذلك فلاسفة بعض منهم أيضا خالفوا وقالوا العقل ليس سببا للعلم في الإلهيات. لماذا؟ لنفس العلة، لكثرة الاختلاف وتناقض الآراء، هكذا قالوا. فإذا ما هو الجواب عن هذا الاعتراض؟ هذا كما سبق في موضع آخر هو يجيب هنا أيضا. نعم، ماذا خلافهم هكذا، يعني قولهم خلاف الملاحدة والسمنية في جميع النظريات. النظريات سواء كان في الإلهيات أو الحسابيات أو الهندسيات،
لذلك قال بعده بعض الفلاسفة في الإلهيات، يعني خلاف بعض الفلاسفات في الإلهيات فقط، أما خلاف الملاحدة والسمنية في جميع النظريات، نظريات إما تكون إلهيات أو حسابيات أو هندسيات. نعم. ثم نقل عنهم أنهم قالوا لا طريق إلى العلم سوى الحسي، يعني هؤلاء السمنية وكذلك الملاحدة قالوا، ينقل عنهم أنهم قالوا لا طريق إلى العلم سوى الحس هكذا، ولهذا أنكروا إفادة الخبر المتواتر إذن. هم ينكرون إفادة الخبر المتواتر، عندهم الخبر المتواتر إذن ليس سببا للعلم، عندهم حواس فقط. ثم بعد الفلاسفة في الإلهيات نقل عن أرسطو أنه قال لا يمكن تحصيل اليقين في المباحث الإلهية، وإنما الغاية القصوى فيها الأخذ بالأولى، هكذا هم قالوا الأخذ بالأولى فقط، لا يمكن تحصيل اليقين في الإلهيات، هكذا نقل عن أرسطو، هو يعني رئيسهم. نعم، هذا هو الخلاف. إذن ما هو الجواب عن هذا الاعتراض؟ الجواب هذا، والجواب أن ذلك لفساد النظر، ليس هذا خللا في العقل بل الخلل في النظر، ثم فلا ينافي كون النظر الصحيح من العقل مفيدا للعلم. فإذن هذا الاختلاف، لا ينافي كون النظر الصحيح من العقل، النظر الصحيح الصادر الناشئ من العقل مفيدا للعلم، هو مفيد، لماذا؟ لأن النظر صحيح، لو فسد النظر فلا يفيد، هذا لسبب آخر. ثم على أن ما ذكرتم استدلال بنظر العقل، على أن ما ذكرتم، فإذا أولا أجاب عنه ثم بعد ذلك يجيب أتى بجواب على طريق العلاوة، وهذه كلمة على هنا للعلاوة، يعني علاوة على الجواب السابق يجيب بجواب آخر، ما هو؟ أن ما ذكرتم استدلال بنظر العقل، يعني كثرت الاختلافات وتناقض الآراء أين؟ في النظريات أو في الإلهيات، فإذا العقل لو كثر الاختلاف أو تناقض الآراء فينبغي أن لا يفيد العقل علما، هكذا هم استدلوا بنظر، ففيه إثبات ما نفيتم فيتناقضوا، يعني يتناقل دعواهم دليلهم، تناقل بين الدعوى والدليل، هم أثبتوا هذا الإشكال بالنظر، فإذا ممكن هم يجيبون، فإن زعموا أنه معارضة للفاسد بالفاسد، هذا طريق في المناظرة، هذا معارضة الفاسد بالفاسد، ممكن هم يدعون هكذا، قلنا إما أن يفيد شيئا، فإذا نسأل ما ذكرتم من استدلال بنظر العقل هل يفيد أو لا يفيد؟ نسأل هذا، إما أن يفيد شيئا فلا يكون فاسدا، الإفادة لا تكون مع الفساد، فإذا هذا نظر ليس بفاسد لو كان يفيد، أو لا يفيد، لو لم يفيد فلا يكون معارضة، لو لم يفيد هذا ما استدللتم، لو لم يفيد شيئا فلا يكون استدلالكم معارضة، يعني لا يكون قولكم معارضة، لو لم يكن معارضة ماذا فائدته؟ بقي دليلنا سالما من المعارضة فلا يجب علينا شيء في المناظرة، هكذا لو قدم المدعي دعواه ثم أتى ببينة، يعني
ثم أتى بدليل، قدم الدعوة وأتى بدليل، ثم يجب على الخصم أن يسلك مسلك الإيراد، إما بالمعارضة أو بالنقل أو بالمنع هكذا. لو سلك وأتى بأحد هذه الأمور يكون دليل المدعي، دليل نعم المدعي المستدل معيبا، يكون فيه قدح، يكون قادحا. لكن هنا سلم دليلنا عن معارضته. ثم فإن قيل كون النظر مفيدا للعلم إن كان ضروريا لم يقع فيه خلاف. نعم، كون النظر مفيدا للعلم إن كان ضروريا لم يقع فيه خلاف، يعني ينبغي أن لا يكون فيه خلاف، كما في قولنا الواحد نصف الاثنين، وهذا من يقول فإن قيل هذا اعتراض من هذا شبهة من قبل السمنية. السمنية قالوا، السمنية هم الذين أنكروا مع الملاحدة كون العقل سببا للعلم فيما في جميع النظريات. فإذا نجبنا عنه، فإذا ممكن هم يقولون هذا معارضة الفاسد بالفاسد، فعجبنا عن هذا إلى. ثم فإن قيل هذا قول شبهة من جامل السمنية، ماذا؟ لو كان النظر مفيدا للعلم، يعني كما ندعي العقل سبب للعلم، لذلك نظر العقل يفيد للعلم. لو كان هذه الإفادة هذا الأمر، يعني لو كانت هذه القضية ضرورية، كان كون النظر مفيدا للعلم ضروريا لم يقع فيه خلاف، لكن وقع الخلاف لذلك لا يكون ضروريا، هذا دعواهم. كما في قولنا الواحد نصف الاثنين، هذه قضية لا يختلف فيها أحد، لماذا؟ لأنه علم نعم مفاد على طريق الضرورة. ثم وإن كان نظريا، يعني لو كان نعم إن كان كون النظر مفيدا للعلم نظريا لزم إثبات النظر بالنظر، هذا يكون فيه دور وأنه دور، هكذا هم أتوا بشبهة. قلنا هذا القول يعني باختيار الشق الأول، ما هو؟ قلنا الضروري قد يقع فيه خلاف، ضروري أيضا يقع فيه خلاف، هذا قد ذكرنا مرارا، إما لعناد أو لقصور في الإدراك، فإن العقول متفاوتة، هذا قصور في العقل كيف يكون؟ يكون عند العقل قصور في الإدراك، فإن العقول متفاوتة ليست على قوة واحدة ولا على درجة واحدة، بل متفاوتة بحسب الفطرة باتفاق من العقلاء، العقلاء اتفقوا على أن العقول متفاوتة. نعم، واستدلال من الآثار وشهادة من الأخبار والنظري، لو النظري نعم، استدلال من الآثار، آثار أي شيء، آثار عقل كل واحد من الناس، آثار كل واحد، آثار عقل كل واحد من الناس تختلف مع آثار بعضهم بعضا هكذا. نعم، الضروري قد يقع فيه خلاف، هذا اختيار للشق الأول. استدلال من الآثار، فإن آثار العقل وهو الاستعداد لتعلم أنواع الصناعات وأقسام الحرف واستخراج الأعمال الفكرية، وهذا متفاوت، يعني هذا الاستعداد متفاوت، وأثر العقل متفاوت في أفراد الناس جدا، يعني تعلم أنواع الصناعات، واحد يجيد والآخر لا يجيد، لا يستطيع أيضا، لو مارس كثيرا بعد ذلك لا يستطيع، هكذا يعني. كذلك أقسام الحرف، استخراج الأعمال الفكرية أيضا،
في هذه الأمور يظهر تفاوت العقل. ثم بعد ذلك هناك استدلال، فإذا أولا اتفاق من العقلاء، ثم استدلال من الآثار، آثار العقل، وشهادة من الأخبار، أخبار النبوي، ما هو مثل كلم الناس على قدر عقولهم، هذا حديث، كلم الناس على قدر عقولهم، هذا يدل على تفاوت عقول الناس. كذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في شأن النساء أن ناقصات عقل ودين، فإذا أضاف النقصان إلى العقل، هذا يدل على التفاوت. نعم. ثم والنظري، فإذا أولا هو اختار الشق الأول وبناء عليه أجاب عن الشبهة، ثم يختار الشق الثاني من الشبهة والترديد. والنظري الضروري قد يقع فيه خلاف، والنظري نعم تفن على قوله الضروري، إذن قلنا النظري قد يثبت بنظر مخصوص، هذا نفي الدور، لو ذكرنا أن هذا نظري لا يكون دورا، لماذا؟ النظري قد يثبت بنظر مخصوص، هذا النظر المخصوص لا يعبر عنه بالنظري، هو ليس نظرا حقيقيا. ما معنى ما هو حاصل هذا؟ حاصل هذا الجواب يذكر أحمد الخيالي رحمه الله، حاصله أن نثبت الكلية بشخصية ضرورية، نثبت الكلية بأي شيء؟ بقضية شخصية، وهذه ضرورية، هذه الشخصية ضرورية. ثم ويجوز أن تكون الكلية نظرية والشخصية ضرورية، هل يمكن أن يكون هكذا؟ يعني كلية نظرية وشخصية ضرورية، إذا لم تؤخذ بعنوان الكلية ينبغي أن تؤخذ هذه الشخصية بغير عنوان الكلية، لو أخذت بعنوان الكلية لا تكون ضرورية بل تكون من أفراد الكلية يعني نظرية. نعم، ليلزم نظرية المحمول فيها أيضا. نعم، هذا هو حاصل الجواب. ثم لا يعبر عنه بالنظري كما يقال قولنا العالم متغير وكل متغير حادث يفيد العلم بحدوث العالم بالضرورة، هكذا نقول، وليس ذلك لخصوصية هذا النظري بل لكونه صحيحا مقرونا بشرائطه، وليس هذا وليس ذلك لخصوصية هذا النظر، بل لماذا؟ لأن هذا النظر صحيح مقرون بشرائطه، فكيف يكون كل نظر صحيح مقرون بشرائطه مفيدا للعلم؟ هكذا نقول. وفي تحقيق هذا المنع زيادة التفصيل لا يقول بهذا الكتاب. نعم، ممكن المصنف أشار إلى تفصيل ذكره الشيخ أبو علي بن سينا في دفء دور أورده الشيخ أبو سعيد بن أبي الخير على الشكل الأول، أو إلى ما يقال في دفع الدور أن معنى إثبات الحكم استفادة العلم به، فاللازم استفادة العلم بالحكم من نفس الحكم ولا خلل فيه، أو إلى ما زيفه فيه في شرح المقاصد. نعم، الإشارة ترجع إلى هذه الثلاثة، إلى أحد هذه الثلاثة. نعم، فيكون كل نظر صحيح مقرون بشرائطه مفيدا للعلم. ماذا أراد بهذا القول؟ إشارة إلى أن الدعوة كلية، لذلك صوره على صورة قضية كلية كما حققه العمدي لا مهملة كما زعم الإمام، فإنها قليلة الجدوى، لو لم تكن القضية كلية بل مهملة فهي قليلة الفائدة والجدوى، لذلك هذه قضية كلية. بعده يبين المصنف أن ما ثبت بالعقل قسمان، بديهي أو ضروري ونظري، ونقرأ إن شاء الله فيما بعد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.